تواصل اللجان البرلمانية في مجلس الأمة عقد اجتماعاتها العادية لصياغة أولوياتها التشريعية والرقابية والتنسيق مع اللجان الأخرى المعنية بالموضوعات ذات الصلة والأخذ بالمقترحات النيابية المقدمة من النواب. كما انتهت لجان برلمانية مؤقتة عدة من تحديد الرئيس والمقرر لها. مقترحات نيابية تقدم بها عدد من النواب في مجلس الأمة وسوف تكون محل البحث والدراسة في اللجنة المختصة بها. بدأت عجلة المجلس بالدوران بعد تشكيل اللجان وقام الأخوة الزملاء بتقديم مقترحات القوانين وتوجيه الأسئلة البرلمانية إلى الوزراء المعنيين. وعلى الصعيد الشخصي تقدمت مع بعض الزملاء بعدة مقترحات بقوانين كان آخرها اليوم في قانون يخص مقترح قانون يخص ذوي الإعاقة. أضفنا مادة فقرة ثالثة للمادة 25 من قانون 8 ل 2010. عدد من اللجان البرلمانية المؤقتة انتهت من تحديد الرئيس والمقرر لها وبحثت أولوياتها للمرحلة المقبلة من العمل التشريعي. اجتمعت قبل قليل لجنة الزراعة أو لجنة شؤون الزراعة والأمن الغذائي وتم تزكية الدكتور بدر الداهوم لرئاسة اللجنة وتزكية الدكتور علي القطان مقرر اللجنة، وقد حددت هذه اللجنة مهامها حتى يتم تحقيق الأمن الغذائي في البلد والاستغناء عن الاستيراد من الخارج. وتستكمل عدد من اللجان البرلمانية اجتماعاتها يوم غد لتحديد أولوياتها من الموضوعات قبل جلسة مجلس الأمة المقبلة. نواف شراكي، تلفزيون دولة الكويت.